سلمي على عبد الله ودعي. وش يعني أسلم عليه وودعه؟ تريد تتركني هون للأبد؟ أمك عبد الله قتلت أخوك المنصور، قتلت ابني، والحكم من قتل يقتل. دي أمي. قتلت أخوك. إيه دليلك؟ قدامك أهي قوية وهتقول قتلت ابني ليه؟ قتلت ابني ليه يا أم عبد الله؟ أخذت بثار أخوي، أنت قتلت أخوي وأنا قتلت ولدك، والخالق ما بيني وبينك. شفتها قوية إزاي وبتقولها في وشي. قتلت ابني، قتلت أخوك يا عبد الله. لا أمي لا لا اوعى اوعى. في نفس المكان اللي قتلت فيه المنصور، هنا بالظبط. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.